عايز حد منكم يقول الو. الو الو أيوة. فضيل الله سيفو. لا ده عبد الفضيل ده. مين؟ طبعا منورين يا ابطال. فضيل عبد الفضيل عرفته على طول. صح كابتن عبد الفضيل، بنرحب بيك وبنقول لك مبروك، بطوله غاليه جدا، وطبعا الف سلامه. اعتقد يعني كنت من الناس اللي كانت غايبه عن المباراه بسبب كورونا. تابعت المباراه ازاي؟ وكان يعني انا عن نفسي كنت طب يعني على الاخر خلاص، كنت يعني هيجيلي سكتة قلبية لله جون في عنق. وتابعت المباراه ازاي؟ ويعني وشفت النهايه السعيده ببطوله غاليه ازاي؟ اهلا بحضرتك كابتن هاني، طبعا برحب بحضرتك والبطوله اللي موجودين معاك. طبعا احنا يعني بطوله صعبه جدا في ظروف قهريه، ظروف استثنائيه، فرقه تلعب بنص لعيبه بس بصراحه رجاله، والناشئين كمان اللي طلعوا كانوا كويسين جدا ما شاء الله، كانوا على قد المسؤوليه. ودي يعتبر اول بطوله لينا في النادي الاهلي، الناس اللي جت جديده، فطبعا حاجه غاليه علينا جدا، كنا على اعصابنا. يعني انا بصراحه افتكرت الماتش زي ماتشات الكوره بالظبط، يمكن اكتر، كنا على اعصابنا لحد اخر ثانيه في الماتش. يعني احنا كنا خسرانين لحد اخر ثلاث دقائق دقيقتين، والحمد لله خدنا الليد في اخر دقيقه وربنا. وكان عندنا حاجة. سيف ده قفشه السله بالقضيه بصراحه انا بشكره جدا جدا. يعني سيف راجل لعيب ما شاء الله عليه، كان وحش في الماتشين، عوض غيابي انا وعمر طارق، وقدر اللاعب على اكثر من لعيب في النادي الاتحاد في نفس المركز بتاعه، وعبد الله كمان، عبد الله ما شاء الله لعب برضه جيم كويس، لكن سيف بصراحه قدر يعمل. سيف كمان من اللعيبه اللي تقريبا ما بيطلعوش من الملعب كتير، تقريبا الماتش الاول لعب 40 دقيقه وما طلعش فعليا، ما طلعش من الملعب، فمجهود كبير جدا. وكمان تركيزه انه في اللحظات الاخيره ديت كمان يحرز باسكت مهم جدا، وخلاص بقى القضيه بتاع كره السله، فكان يعني المفروض موجود معانا لكن اعتزل. لكن دول ده نموذج من الابطال كلهم اللي كانوا موجودين، لان ما يعني ما بنختصرش على لعيب بصراحه، الفرقه كلها بالناس اللي قاعده بره، بالولاد كمان. وهاخد رايك في اللقطه بتاعت الولاد اللي تحت 16 سنه اعتقد، اللي لعبوا قبل المباراه، وقد ايه كان روحهم عاليه جدا في الملعب. يعني طبعا يعني حتى الباسكت الاخير بتاع سيف ده، هو الراجل يعني ربنا كان في عونه وما كانش قادر، بس الباسكت ده جه لان الناس كلها كانت بصراحه كله كان مموت نفسه، وكله كان مجهود يعني مضاعف كمان، ان العدد طبعاً ده ما يبقاش موجود. يعني وقرب الماتشات احنا بنلعب ورا بعض يعني. اتفضل. وقع وايهاب وابو النصر وحاتم مهيب والولاد الصغيرين والكوتش والجهاز، اللعيبه كلها الحمد لله ربنا كاتم مجهودهم كله بالباسكت الاخير دوت. يعني يمكن سيف كمان جابها من زاويه صعبه جدا، ان هو قدر يعمل دي كده، فلفت الكوره لفت على الحلقه مره كده وراحت دخلت، فده طبعا توفيق من عند ربنا كبير جدا للفرقه كلها الحمد لله. صحيح صحيح، كله كان قاعد على اعصابه كابتن. بس انت لما اتبلغت ان انت مصاب بكورونا فيروس، عايزك تقول لي بقى، كنت متوقع الاول انك هتشارك ولا اكيد المسحه تطلع سلبيه، ولما عرفت ان ايجابي بقيت بتكلم اللعيبه، اكيد حصل ما بينك وبينهم اتصالات، اكيد كان في بقى يعني بتحمسهم، في يعني في كلام خاص ما بينك وما بينهم حصل؟ هي طبعا دي كانت اقل حاجه، ان احنا نقدر نقدم دعم نفسي لبعضينا، اقل حاجه انت تقدر تعملها. بعيدا طبعا انك انت طبعا يعني الواحد كان قاعد بيغل في نفسه جدا ان هو مش هيقدر يلحق. وحاولنا نعمل مساحات قبل الماتش الثاني، عملنا كل الناس المصابه كنا لسه مصابين، عملنا مساحات كلنا، عمرو جه من بيته، ايهاب جه من بيته، حتى يعني الناس جت من البيت على الماتش على طول، ما فيش حتى يوم يقدروا يرجعوا فيه، فكلنا كنا عايزين نلحق الماتش. بس الحمد لله يعني عمرو وايهاب ربنا كرمهم ان هم طلعوا سلبي، وقدروا ان هم يتفاهموا مع الفرقه ان هم يرجعوا من اسماعيليه بالبطوله. لكن احنا ربنا كتر لنا يعني ان احنا ما نشاركش، يعني كنا معاهم بس دعم نفسي مش اكتر، كنا بنتكلم دايما. ده قدر بقى. الحمد لله. الحمد لله. بس وترتني انا دي يعني. بس ايه يا محمد بتقول ايه؟ وترني انا عشان كنت قاعد معاه في الاوضه. وترك ازاي؟ ايه اللي حصل؟ وترته ازاي؟ هو احنا عملنا مسحات بعد ما جينا من ماتشات سيمي فاينال، والنتيجه ظهرت تاني يوم. تاني يوم ده احنا المفروض مسافرين ليله ماتش ماتش سبورتنج سيمي فاينل. طيب.
نتيجه مسحه عبد الفضيل طلعت ايجابيه وانا كنت معاه في الاوضه بقالي 3 4 ايام فطبعا انا رحت اعمل مسحه وما سافرتش مع الفرقه ونتيجه المسحه كانت تظهر بالليل فتاخرت فاخدت عربيتي وسافرت لوحدي وعزلوني في اوضه لوحدي في الفندق لحد ما نتيجه المسحه طلعت تاني يوم الصبح لا يوم الماتش فانا لحد يوم الماتش الصبح انا ما اعرفش كنتش تعرف انت هتشارك ولا أنا لا مش عارف انا ممكن اخد عربيتي وارجع تاني ده حرب نفسي بقى حرب نفسيه دي ما بين السلبي والايجابي بالظبط انا ممكن تاني يوم اخد عربيتي واروح وانا مش موجود مع الفرقه والحمد لله كله بسبب عبد الفضيل اول ابتداء كله بسببك بس ده يعني ده هو طبعا طبعا يعني هو كل واحد كان يتمنى ان يشارك في المباراه ده دي الروح لعيبه النادي الاهلي بلك انه مش بيبقى سهل خالص ان اللعيب يبقى بره الفرقه وقاعد يتفرج على الفرقه وهو صعبه جدا صعبه جدا انا متوقع يعني ان هو كان نفسه يبقى موجود في الملعب وكمان كان في اثنين لعيبه دول 10 ايام كانوا في معزولين ما اتمرنوش وجم ده كان ليه كمان عامل ايجاب للفرقه يعني كمان السبيريت اللي اتحط في الجزئيه ديت اثنين لعيبه كبار كانوا غايبين ورجعوا من غير تدريب وشاركوا كمان في جزء المباراه ده كمان بيدي سبيريت عالي جدا للفرقه بالظبط معانا كابتن معاك يا كوتش معايا فيعني رؤيتك ايه زي ما بقول ان كان نفسك طبعا تشارك وان دي روح النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي في جميع ما بنتكلمش على الكوره بس دي الروح كل فرق الرياضيه في النادي الاهلي متعوده انها عندها اصرار كبير جدا انها تكون متواجده في البطولات وفي النهائيات بشكل خاص يعني. الحمد لله زي ما حضرتك قلت والله هي دي فعلا دي اول مره يعني كان دايما كنا بنقول روح استادنا الحمراء لكن اول مره فعلا الواحد يحس بمعنى الكلمه دي الموضوع مش شعار او كلمه بتتقال لا فعلا الناس بقت موجوده اكلت لاخر لحظه والحمد لله ربنا كرمنا بالبطوله. بطوله طعمها كويس قوي بالنسبه لنا الحمد لله. أكيد إن شاء الله. إيهاب وعمر الجندي كمان لما رجعوا وبعدين هم كمان ما شاركوش في التمرين صح؟ ولعبوا كده يا عيني لما شموهم صح؟ برضه دي أجواء أفتكر من الدار للنار زي ما بيقولوا يعني ما حدش أبدا كان متوقع إن ده كله أو كل الملابسات دي تحصل أو الظروف دي قبل المباراة على طول. بالظبط. والجهاز الفني كمان ما كانش متوقع أكيد ولا عامل حسابه. لا خالص. صح؟ أنتوا بقى بينكم كلعيبة كنتوا يعني الدقب يعني برضه عايزة أعرف بس أنتوا هنا أكيد أكتر ناس كانت حاسه ببعضها الناس اللي لعبت يعني كمان يعني عكس كمان الناس اللي كانت بره ما شاركتش يا محمد بعد اول ماتش كان نفسنا لعيب واحد يطلع يعني طبعا يعني بنتمنى حد يجي له كورونا عشان نلغي طبعا عايزين تاخدوا نفسكم مشكله عشان الاستعداد انتوا شايفين الاستعداد كابتن عبد الفضيل معانا معاك يا كوتش هو بيتكلموا على يمكن كواليس الناس ما تعرفهاش يعني احنا بنتفرج على التلفزيون في غيابات في كورونا لكن التوتر اللي قبل المباراه ديت بيبقى فيها يعني بتبقى صعبه جدا اللعيب داخل على المباراه كبيره وما يعرفش المباراه هتتلعب مستنيين نتيجه واحد وبعدين لا يلا قبلها بساعه ونص لا يلا هنلعب فكل دي امور اعتقد من وجهه نظر الشخصيه انها خدت شويه من الكوارتر الاولاني من التركيز الكوارتر الاولاني ان هم يعني ما دخلوش الجيم بسرعه وده وجهه نظر الشخصيه يعني والله خدت من الماتش الاولاني مش من الكوارتر الاولاني بس هي دي كواليتي اللعيب في النادي الاهلي يعني هو برضه اللعيب لازم يستحمل الضغط انت بنلعب في نادي كبير بنلعب تحت ظروف صعبه بتلعب فلازم اللعيب اللي يجي دي شخصيه النادي الاهلي اللي بيقدر يتحمل الشخصيه دي بيقدر ان هو يوصل ان هو يكمل زي ما حضرتك قلت ايهاب وعمر رجع من كورونا مش راجعين من اصابه عضليه اصابه مفصليه هيربط وينزل لا ده راجل راجع من في خطر على صحته وفي خطر عليه هو شخصيا بس طبعا كل بقى ساعة اللحظه دي كل واحد بينكر ذاته وكل واحد ربنا ولا حاجه بيقدر يعملها فالحمد لله يعني الحمد لله قدرنا ان احنا نوصل في المجموعه اللقطه الشهيره بقى اللي حصلت على غرار وليد سليمان بعد التاسعه ومؤمن زكريا برضو لما انتوا كلمتوا مين وفتحتوا له كلمتوا مودي صح؟ كلمنا مودي وعمر طارق اللحظات اللي تبقى جميله مين اللي مين صاحب الفكره يعني مين ولا انتوا لقطوها من مش فاكرين الاحتفاليه ايه اللي حصل اصلا الحاجات دي اكتشفتها بعد الماتش حاجات كده بنتفرج ده الجمال كان بيتكلم عمر طارق على الموبايل كان بيكلمه فيديو كول ايوه وكان مودي الجرحي بيكلم مودي الصغير مظبوط محمد مصطفى
على اللي برضه اللي هو يعني الفيديو كله حاسين هم عايزين يبقوا موجودين. عايزين طبعا تشاركوا. دي الصوره ديت طبعا بيكلموا بعض وفرحانين وهم يعني اللي بره دوت كان نفسه يكون موجود معاهم واللي جوه الملعب كان نفسه طبعا اكيد يبقى نفسنا يكون موجودين. صحيح صحيح. لحظات جميله وتتويج رائع. وبرده في نقطه حلوه جدا عجباني في الباسكتبول الربط ما بين الولاد الصغيرين والفريق الاول. ودي حته عايزين نشكر فيها الولاد الصغيرين فعلا عشان هم كانوا رجاله جدا في الموضوع ده. هم شالونا في ماتشات وكانوا بيدينا الثقه ان احنا برده ننزل. هم كسبوا ماتشين الاتحاد وهم عملوا مجهود الصراحه يعني يشكروا عليه جدا. عايزين نعرفه بس بعد ما نشكر كابتن عبد الفضيل برضو. طبعا شكرا جزيلا والف الف مبروك يا كابتن والف سلامه. الله يبارك فيكم. الله يبارك. السنه الجايه افضل باذن الله ان شاء الله. مستنينك. مستنينك.